يقول حجيت قبل عامين وجمعنا طواف الإفاضة مع الوداع، وفي اليوم الأخير ذهبت لرمي الجمار عني وعن زوجتي بعد الزوال، ولما عدت إلى السكن كانت زوجتي قد طافت مع النساء قبل الزوال، علما بأنني موكل عنها بالرمي، هل علي شيء؟ الوداع يا أخي ما يكون إلا بعد الفراغ من مناسك الحج، وانت باق عليك الرمي، لا يجوز الوداع قبل الرمي. ما دمت فعلت هذا وسافرت يكون عليك فدية عن طواف الوداع، لأنه غير صحيح، جئت به في غير محله. نعم.